حياكم الله من جديد في كويت اليوم. وحاليا عندنا أطر تعزيز المبادرات الابتكارية في الكويت، ورشة عمل دشنتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في سعيها الحثيث إلى تعزيز المبادرات الابتكارية. والحديث حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة السيد فيصل المتروك، مدير برنامج تطوير الشركات في إدارة الشركات والابتكار بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في البداية أستاذ فيصل، ودنا نعرف يعني إذا نتكلم عن ورشة عمل فيها يعني مصطلحات أطر تعزيز المبادرات الابتكارية في الكويت واللي انطلقت أمس، شنو أهداف هذه الورشة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بداية نشكركم على إتاحة هذه الفرصة. هذا واجب عشان واحد يعني يعبر على النشاطات المؤسسة الكويت التقدم العلمي. والكل عارف مؤسسة الكويت التقدم العلمي هي مؤسسة غير ربحية بالقطاع الخاص، تخدم القطاع الخاص مباشرة بشكل مباشر. الهدف من العملية هذه أن من خلال استراتيجية المؤسسة الجديدة واللي بدأت من حوالي يعني هذه الاستراتيجية الثانية اللي هو 2017 إلى 2021، كانت تهتم بنشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتشجيع الشركات في القطاع الخاص على النمو من خلال التكنولوجيا. وفي جزء كبير من العملية هذه يعني بدأنا نلاحظها بالفترة الأخيرة، وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الشركات حقيقة يعني محتاجة تأخذ دور أكبر ودور أوسع. فارتئينا وبالأحرى بالتعاون مع شركة كامكو الاستثمارية، حقيقة يعني من هالبرنامج نقدم له الشكر والتقدير على التعاون المباشر مع المؤسسة. فطرحنا عليهم فكرة إن نحاول نشوف ما هو هم يسمونه النموذج أو الإيكو سيستم مال الشركات الصغيرة والمساهمة. فتعاوننا مع مكتب ابحاث اسمه مجموعه بيركلي، وهم تابعين يعني هم بعضهم العاملين فيهم جامعه بيركلي، وعندهم نظريه جديده اللي هم كانت اسمها كلستر اوف انوفيشن، عباره عن ما هو الاطار المناسب لعمليه الاستفاده من التطوير. وتم عمل هذه الندوه الهدف منها هو عباره عن عملنا احنا دراسه، وحاولنا الحين بعد الدراسه عشان لا تكون في الادراج حاولنا ننشر نتائج هذه الدراسة. فعشان ننشر نتائج هذه الدراسة وكون الدراسة هذه لها علاقة بالشركات الصغيرة والمساهمة، الحقيقة يعني طلبنا من وزير التجارة وزير السيد خالد الروضان وجه له الشكر والتقدير على رعاية هذه الوركشوب، وتفضل مشكورا بالرعاية، وأناب السيد عبد الله الجوعان رئيس إدارة الصندوق. والحقيقة كان فرصة مناسبة إلى أن وجود أصحاب المشاريع والمبادرات في وجود الصندوق كان في نوع من استعراض نتائجها، وتم عمل مناقشات وعمل إجابات استفسارات اللي كانوا يعني كانوا يتساءلون فيها. احنا نسميهم رواد الأعمال أفضل، لأنهم في ناشئين في عمل أفكارهم ومشاعرهم. طيب أستاذ فيصل، إذا نبي نتكلم عن يعني احنا قلنا مثلا كامكم من الشركات المشاركة، بالإضافة إلى بدنا نعرف باقي الشركات المشاركة معكم في هذه الورشة. احنا حاليا احنا مع كامكو اهتمينا بالدراسة هذه، بس لكن من خلال الدراسة تم زيارة مجموعة من احنا نسميهم حاضرات الأعمال أو الكولابرتيف سوسايتي، اللي هو ما عبارة عن مجموعة من الشركات اللي تحتضن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم زيارتهم، تم التعرف على المشاكل اللي هم يعانون فيها اللي هي تقريبا ممكن تلخيصها بشكل محدد طول الإجراءات الحكومية الروتين هم هذا اللي هم اللي اسمه عدم وجود النظام انك انت ممكن تخلص معاملاتك بتكون بدون ما انت تروح حق الجهه اللي انت محتاجها. ولكن امانه يعني النظام الالكتروني بس امانه خلال الثلاث سنوات اللي مضت انا اعتقد يعني احنا قاعدين شفنا وايد تطور كبير بالنسبه حق اداره المشاريع، خاصه يعني حقيقه هم بعد ودي اذكر ان في هالدراسه الحقيقه تعاملنا مع شخصيتين والحقيقه احنا خسرناهم أو بالأحرى تقدروا الكويت خسرتهم. كان عندنا لقاء مع أو كنا تعاوننا مع الله يرحمه ويطمئن روح الجنة السيد خالد جاسم الشمالي وكيل وزارة التجارة، الله يرحمه. والحقيقة كانت البعد النظري اللي كان يعطيناه بالدراسة والتوجهات العملية هذه، كذلك كان معانا واحد من المبادرين اللي هو الله يرحمه الشاب أحمد هاشم القربلي، اثنين الله يرحمهم حملنا فهم يعني استفدنا من خبراتهم الموجودة. فاكتشفنا أن لا، خلال السنوات الماضية الثلاثة كان في تطور، الآن في النافذة الواحدة، الآن إجراءات تم تخفيضها من 14 إجراء إلى 4 إجراءات، صار في تواصل في بينهم، عندهم بعض المشاكل
المشاكل واللي يعانون منها بعض الشغلات اللي هي خاصة مع التأمينات وإذن العمل. أنا أعتقد أن جهود معالي وزيرة الشؤون ووزيرة التنمية الأخت هند الصبيح، أعتقد عندها خطوات واضحة جدا في تسهيل هذه الإجراءات، وإن شاء الله المستقبل أمامهم، وهم يحتاجون نوع من التشجيع، وأعتقد أن ماشيين بالخط الصحيح، ولكن نحتاج فترة، وإن شاء الله الفترة هذه تكون أقل مما هي. دائما تضافر الجهود بين يعني سواء كانت مؤسسات حكومية ووزارات وأيضا القطاع الخاص يأتي ثمارة في المجتمع من خلال سواء كانت الشركات الجديدة أو غيرها. طيب لو نبي نعرف المبادرات الابتكارية نبي نعززها شلون؟ بالنسبة عندنا في مؤسسة التقدم العلمي من خلال استراتيجية جديدة، والحقيقة الفضل يعود بشكل مباشر إلى الدكتور عدنان شهاب الدين، لما جينا في المؤسسة قبل 8 سنوات وعملنا الاستراتيجية الأولى وهي الاستراتيجية الثانية. من 2012 تم إنشاء إدارة جديدة وهي إدارة الشركات والابتكار. هذه الإدارة مهتمة أنها تخاطب القطاع الخاص، والإدارة هذه فيها ثلاث برامج محددة. البرنامج الأول يدعي إلى نشر الثقافة والعلوم، وأنا ماسك هالبرنامج بشكل مباشر، وتدعي إلى دعم الشركات، وكذلك احنا قاعدين نركز كذلك ان احنا ندعم الاتحادات المهنيه مثل اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، لان بالنهايه هاي الاتحادات هي تمثل الشركات، وبالتالي انت لما تتعامل مع اتحاد فتساعد في نشر الى اعداد اكبر من خلال التعاون مع الاتحاد. كذلك احنا نحاول ندعم بعض المؤتمرات اللي فيها اهميه للابتكار، نتعاون مع الاتحادات بشكل مباشر من خلال يعني استقطاب بعض المتحدثين العالميين في مجال الابتكار. عندنا البرنامج الثاني هو برنامج هو التنميه البشريه تقريبا نحط عليه بيلدينج هيومن كاباسيتي. هذيل البرنامج هذا عنده مجموعه من البرامج، منها تحدي الابتكار، وهو برنامج Innovation Challenge، وهي في السنة الرابعة يسوونه. برنامج جدا مفيد للقطاع الخاص، يتم من خلاله عمل مسابقة لمجموعة من الشركات واختيار 10 شركات، ويتم ربطهم مع جامعة عالمية، بدينا بيركلي والحين السنة هذه مع UCLA كاليفورنيا. فهذه هم تساعدهم انهم شلون يطورون منتجاتهم واختراعاتهم، لازم تتواكب مع المكان اللي هم يشتغلون فيها. وعندنا البرنامج الثالث اللي هو نقل التكنولوجيا، وهذا البرنامج الثاني ماسك الدكتور بسام الفيلي، والبرنامج الثالث ماسكته الدكتوره لبنى عكاشه، وهو نقل التكنولوجيا. وهذا صراحه حقيقه فيها يعني امور جديده واحنا قاعدين نشرحها للقطاع الخاص، ان هذا البرنامج عندنا شيء نسميها Innovation Research Voucher، اللي هو يعني نعطيهم بعض المساعدات المالية لتطوير منتجات. فإذا شركة كدعم، فإذا شركة تبي تطور منتج معين وعندها بعض التكاليف على عمل حق الأبحاث والتطوير، كمؤسسة تساهم في عملية هذه. ربطنا الشركات فيما بعضها، بمعنى يعني ودي كانت تذكروا معانا عشان تشرح لكم بأكثر شكل أفضل لأنها تخصصها. كنا مثلا شو نسوي، ان بعض الشركات اللي مثلا تستخدم منتجات شركات اخرى كنا نربطهم مع بعض بحيث يكون في تواصل، وبحيث ان مخرجات الشركه الام تساعد الشركه اللي تستورد منها العمليه هذه. بشكل عام هذا البرنامج، واحنا لما نساعد الشركات انهم يسوون ورك شوب لها علاقه بالانوفيشن، يسوون شغلات لها علاقه بالابتكار، هذا قاعد يساعد في نشر الثقافه ما بين القطاع الخاص وما بين المجتمع بشكل عام. أستاذ فيصل، حوارنا شيق ونبي نعرف أكثر عن الدعم وأيضا الابتكارات، ولكن بعد هذا الفاصل. عودة مرة أخرى إلى استديونا في كويت اليوم، ومعي في الاستديو الأستاذ فيصل المتروك، مدير برنامج تطوير الشركات في إدارة الشركات والابتكار بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونكمل حوارنا عن أطر تعزيز المبادرات الابتكارية. خلال الفاصل تكلمنا عن أكثر من موضوع، منها طبعا الجدوى الاقتصادية من هذه الورش، وشلون ممكن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تستفيد منها.
الحقيقه هو الهدف منها احنا طالما احنا هذه البرتوش موجهه للعاملين في القطاع الخاص، فانت لما تحاول تبني المهارات او تعزز من مهارات العاملين في القطاع الخاص هذا قاعد ينعكس على 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 اداء على ادائهم في العمل، وبالتالي العمل على مشاركه العامل القطاع الخاص في ورش عمل، حضور ندوات تساعدهم في دعم دراسات، بحيث انك تحسن البيئه اللي هم يعملون فيها، بحيث انهم تخليهم تعريف الايام يقولون تو ثينك اوت اوف ذا بوكس، يعني فهم التفكير من طريقه التفكير هو خارج الاطار العادي. واعتقد هذا انعكس جدا، يعني انا احنا بعد يعني معظم الدورات اللي ندعمها او معظم حلقات النقاش اللي ندعمها نبعث للسبيانات ومرات نقابل بعض اصحاب القرار اللي شاركهم موظفينهم، فالحقيقه نسمع ردود وايد جيده انه والله الموظف بدا يفكر اكثر، حسيت ان انا الموظف اهتم في العمليه هذه، فهو عمليه الربط مع العاملين باخر التطورات، هذه من الامور اللي هي تساعد الموظف على انه يحسن ادائه من خلال تجارب الاخرين. طيب علاقه المؤسسه بالصندوق الكويتي لدعم المشاريع الكويتيه؟ والله حقيقة من اول ما بدا الصندوق كان في نوع من كان في يعني تعاون جيد ومثمر. الحقيقة احنا هم بعد يعني وصلنا لمرحلة ان وقعنا مؤسسة كويت تقدم علمي وقعت مع الصندوق اتفاقية تعاون لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا رواد الاعمال او اصحاب السر المتوسطة حقيقة محتاجين الى رعاية خاصة لتطويرهم، لان البي ام تحتاجهم، لكن يعني بعض المشاكل اللي هم يواجهونها فنحاول احنا نساعدها. فمن خلال تعاوننا معاهم يعني الان في دراسات مثلا يقوم فيها معهد كويت الابحاث العلميه اداره الاقتصاد التقني، هذه الدراسه هي عباره عن وضع تعريف عام او استخدام البيانات الاحصائيه في تعريف الشركات الصغيره والمتوسطه. حاولنا احنا ان نربط الصندوق مع معهد الابحاث اللي تحت الاستفاده من هذه الدراسه. احنا كذلك في عندنا بعض الدراسات عملناها مثلا في بالتعاون مع المركز المالي، عندنا دراسه عملناها على تحديد القطاعات المهمه في الاقتصاد اللي تساعد على النمو بمعدل اكبر باستخدام او الاستفاده من التكنولوجيا والابتكار، وهذه الدراسه ان شاء الله هم بعدين قاعدين نحاول نشارك نتائجها معهم. كذلك اعتقد احنا بالنسبه حق الصندوق ربطنا الصندوق مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، لأن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تابع لمؤسسة كويت التقدم العلمي، ومن خلال النقاش مع الدكتور عمر بناي الله يطول عمره يوفقه في هناك مخترعين عندهم اختراعات، فربطناهم في صندوق درس مجموعة من الاختراعات، هو شاف أن هذه ممكن تكون مشاريع صحيح، فربطناهم مع بعض والصندوق تبنى هذا المخترعين، والان هم في مرحله دراسات يعني جدول اقتصاديه الاوليه، لان ترى مرات يعني مو كل اختراع يصير مشروع صحيح. اي فهم الحين قاعدين يسوون دراسه جدول اقتصاديه، وحقيقه في تعاون جدا جدا مثمر مع الصندوق، والله يوفقهم ونطلع الى تعاون اكثر في المستقبل. في علماء يقولون في ابتكارات واختراعات تكون للتسجيل العلمي فقط، وفي ابتكارات بتكون منتج. محمد مرحبا، حقيقة يعني اللي ما يعرف عنه انا اعتقد انه واحد لما يشوف الموقع مالهم عندهم اختراعات ما شاء الله جميلة جدا. بالاضافة الى ذلك احنا هم كذلك قاعدين نحاول يعني حتى من خلال ادارة الثقافة العلمية في مؤسسة كويت التقدم العلمي كذلك قاعد ندعم مشاريع التخرج لشباب طلبة في جامعة الكويت، وهذه مشاريع التخرج بحد ذاتها بعضها حقيقة مشاريع مذهلة، يعني طريقة تفكير الشباب أو عيالنا بالأحرى، طريقة تفكيرهم، طريقة المشاريع اللي يطرحونها، وهذه كل سنة ندعمهم، وهم هذه قاعدين نحاول نربطهم مع مركز صباح الأحمد، لأن مركز صباح الأحمد كل ما يقوم به هو عبارة عن يعني بشكل عام هو مساعدتهم على تسجيل اختراعاتهم في أمريكا، وبالتالي يعطي شهادة ان هذا الاختراع مسجل ان هذا لبرات اختراع، وبالتالي ممكن يتحول الى 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 برودكت. طيب بالنسبه حق الهدف من ورش العمل اللي تقوم فيها مؤسسه الكويت للتقدم العلمي مع المؤسسات الثانيه بالتنسيق مع الجهات المعنيه والحكومه ايضا، احنا اولا يعني هو بالنسبه كمؤسسه تقدم العلمي احنا تعاملنا مع الحكومه محدود، لان احنا بالنهايه جهه مستقله، يعني شركة خاصة أو شركة غير ربحية،
وبالتالي احنا نحاول ان احنا نتعامل مع الاتحادات. لكن هم بالاونه الاخيره لقينا ان مو شرط انت بس، يعني مو المفروض انك تطور القطاع الخاص بحد ذاته، كذلك الحكومه، لان كل ما كان في توحيد بالمفاهيم وفي اللغه، كل ما كان في تحسن في التعامل والاداء. فمن خلال الاتحادات المهنيه مثل اتحاد المصارف، اتحاد شركات الاستثمار، اتحاد الصناعات، انا اركز عليهم لان هذول صراحه الاتحادات الناشئه، اتحاد التامين عشان لا يزعلوا منا بعد، هم ما شاء الله عليهم هم يتعاملون معنا فيهم. فقمنا نسوي ندعم لهم ورش عمل مشتركه بحيث انه يكون فيها عاملين القطاع الخاص وعاملين بالقطاع الحكومي. والحقيقه النتائج اللي جتنا من الاتحادات انهم استحسنوا الفكره، لان صار في توحيد للمفاهيم، وبالتالي صار في تيسير للعمل داخلهم. فبالتالي كان والله يعني نقول لهم يعني كان صار في يعني في نوع من الاتفاق او التفاهم، ان العمليه هذه او المعنى للجمله هذه هذا هو المقصود في كلتا الطرفين. فهذا ادى الى سرعه انجاز الاعمال، ادى الى سرعه التعاون ما بين القطاع العام والخاص. والحين صراحه احنا نشوفه بشكل عام، يعني وجود النافذه الواحده، وجود التعامل السريع، الحكومه الالكترونيه ساعدت الى بشكل كبير. واحنا طبعا دائما كقطاع خاص نطمح ان يكون هناك اكثر ان شاء الله يا رب. طيب يعني في اخر سؤال استاذ فيصل، ودي اعرف المؤسسه تطمح دائما الى تحسين نظام رياده الاعمال في الكويت علشان تشتغل في توفير المعرفه، شلون؟ يعني احنا ندري ان المؤسسه عملها يعني بحثي، وهي اللي تسوي ريسيرشز وتسوي ومتواجده، لكن يعني شلون من خلالها نحس رياده الاعمال؟ لا، المؤسسه لا تقوم بالابحاث. احنا يعني احنا دائما نقولها في خلط كبير ما بين مؤسسه الكويت التقدم العلمي ومعهد الكويت الابحاث العلميه. المؤسسه تقوم بدعم الابحاث. بدعم الابحاث. فاحنا بالتالي عندنا اداره خاصه هي اداره الابحاث، تقوم بدعم الابحاث. احنا ندعم الابحاث اللي تساعد على الاقتصاد بشكل عام. بالتالي تخدم كل القطاعات سواء التعليميه، الطبيه، الاقتصاديه بشكل عام. حتى التجاريه. الان مع اداره الشركات والابتكار، والحقيقه بعد لازم نشكر الدكتور محمد سلمان مدير اداره عندنا على 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 توجهها المباشر والاهتمام بالقطاع الخاص. احنا نعتقد ان دعم الابحاث ودعم الندوات الهدف منها خلق بيئه للعاملين في 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 الابتكار والتطرق الى انهم يفكرون خارج الاطار، وانهم يستفيدون من تجارب الدول الاخرى، وان يكونوا مبتكرين في عملهم. الابتكار يؤدي الى انك تفتح فرص عمل، تفتح الى زياده ارباح الشركات. زياده ارباح الشركات تؤدي الى زياده الانفاق على تدريب العاملين. تدريب العاملين يؤدي الى انك تكون عندك منتجات جديده تساعد في تطوير الشركه. الحين تطوير الشركات يساعد على تطوير الاقتصاد بشكل عام. فاعتقد احنا عشان الهدف من المؤسسه كذلك ان احنا نبي نتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد قائم على 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 المعرفه. عندنا احتكاك مع تقريبا معظم الجهات الحكوميه، يعني حتى الامانه العامه للتخطيط نتعاون معاهم في اذا في هناك في ورش عمل معينه للتعاون معاهم، او في دراسات محتاجه للدعم. نتعامل مع البنك الدولي اذا عندهم دراسات محتاجينهم ان احنا نتعاون معهم. فهو احنا المؤسسه تعتبر كمحفز لتطوير الاعمال بحيث ان تكون في نتائج تنعكس على تطوير قدرات العاملين، وعامل ربط ايضا ما بين يعني الحكومه والقطاع الخاص في نفس الوقت. هو نعتقد انها مسؤوليه مشتركه ما بين الاثنين، يعني هناك قطاع خاص وهناك حكومه، والاثنان في 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 مركب واحد. فتعاونهم مع بعض يساعد ان السفينه تمشي بهدوء، في تمخر في عباب البحر. وان شاء الله يا رب ان السفينه تكون ماشيه، وايضا امورنا تكون افضل، ونتقدم في رياده الاعمال، ونتقدم ايضا في الاداء الحكومي. كل الشكر لك الاستاذ فيصل المتروك، مدير برنامج تطوير الشركات في إدارة الشركات والابتكار بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. شكرا لوجودك معنا. العفو، هذا واجب.